وللحديث أكثر عن التظاهرات الكبيرة التي خرجت من ساحة النسور ببغداد باتجاه مجلس القضاء الأعلى ينضم إلينا عباس السلطاني ناشط في التظاهرات عبر الهاتف من بغداد. مرحبا بك معنا سيد السلطاني. يعني جموع تشرين تعود من جديد في مسيرة احتجاجية من ساحة النسور باتجاه مجلس القضاء الأعلى، هذه الموجات التشرينية إلى أي مدى تبقى أو تبقي على روح الثورة التي اندلعت منذ عام رغم القمع؟ السلام عليكم. تحياتي لك أستاذي العزيز وقناة الرافدين البطلة بكل كوادر إن شاء الله. أهلا بك أستاذي العزيز. طبعا ما نريد نبخس حق المتظاهرين اليوم اللي خرجوا، ونقول لهم ربي يحميكم ووفقكم ويرعاكم إن شاء الله، ولكن أنا عندي نظرة أخرى للتظاهرات. نعم. كتظاهرات اليوم وأمثالها. نعم أستاذي العزيز، احنا عندنا القضاء اسمه القضاء العراقي، يعني قضاء عراقي يعني بالعراق مو خارج العراق، يعني بالعراق، والقضاة كلهم يتابعون الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، وكلهم دا يعرفون الأحداث الموجودة بالعراق، دا يشوفون السراق والقتلة والمغتصبين وكلهم يعرفوهم. يعني أنا اليوم إذا أطلع على الإعلام وأقول أنا اليوم بقت 10,000 دينار، لا 100,000 ولا مليون، إذا أقول بقت 10,000 دينار باكر القضاء يصدر مذكرة قبض بحقي ويرميني خلف القضبان 10,000 دينار. طيب مو ذولا باقوا العراق كله، يعني العراق كله سلبوه وباقوه ونهبوه والقضاء ساكت وما يتحرك. ليش؟ لأنه أخي، لأن القضاء أصلاً مسيس. القضاء مسيس، يعني القضاء بيد الأحزاب وبيد رؤساء الكتل وبيد بيد الحكومات، فما يقدر يفعل أي شيء القضاء. فبالنسبة للقضاء إذا يريد يسوي يقدر مباشرة. زين، طيب إحنا اليوم طالعين على القضاء وعلى حتى يحاسب القتلة والفاسدين. المن يريد يحاسب القضاء؟ يحاسب نور المالكي لو العامري لو خالد علي لو مقتدى الصدر؟ المن يحاسب للقضاء؟ ما يقدر أخي. هذا نوع نقدر نقوله نوع من الخيال. نعم. يعني هم اليوم طلعوا على القضاء وأقمعوا بخراطيم المياه الحارة، يعني باب القضاء، واليوم أقمعوا المتظاهرين باب القضاء. فأي أي قضاء؟ نعم. هذا أخي العزيز. نعم. هذا مو قضاء عراقي، هذا قضاء مسيس لصالح دول الجوار، ومن ضمنها نحكيها بصراحة لصالح إيران وأحزاب إيران. فإذا من قوم بثورة، الحل الوحيد يا أخي العزيز ويسمع الشعب العراقي، يعني أنا أنادي من خلال منبركم الكريم، أنادي الشعب العراقي يا شعب، الى متى يعني؟ الى متى هذا السكوت؟ يعني تشوفون اخوانكم الثوار دا يطلعون ودا ينقمعون، واللي ينقتل منهم ينقتل، يستشهد يستشهد، واللي ينجرح ينجرح. يعني احنا كنا نتصور اخر وحده بتفجير ساحه الطيران، واللي اثبتت الادله انه الاحزاب هم المسؤولين، احزاب اذناب ايران هم المسؤولين عن تفجير ساحه الطيران، بالادله القاطعه اثبتت انه الاحزاب هم المسؤولين. طيب يا شعب، احنا تفجير ساحه الطيران وهم رجعنا نفس الشغله، ويخسلون مكان الانفجار، واصحاب المحال التجاريه يخسلون المكان ويرجعون يباشرون اعمالهم كان شيء لم يكن. نعم. الى متى هذا السكوت؟ يعني يا شعب، التظاهرات اليوم خرجت بهدف الضغط على القضاء لتفعيل ملفات فساد كبرى، وانت كما اشرت بان القضاء مسيس ويتبع احزاب، برايك الى متى يبقى هذا الحال ونحن نتحدث عن سكوت القضاء عن ملفات الفساد وقتل العراقيين؟ والله يا أستاذ العزيز، قضاء أول مرة خلي يحل مشكلته، مشكلة المحكمة الاتحادية اللي عضو ناقص عضو ما يقدرون يكملون العضو الناقص بالمحكمة الاتحادية، لأن الانتخابات راح تصير، وبعد مشكلة المحكمة الاتحادية لحد الآن هم ما كان لعدهم. طيب هذا يعني مسألة مهمة لهالدرجة هاي، ماذا يقدرون يكملون أعضاء المحكمة الاتحادية؟ طيب شو راح يعطوني حقاني؟ القضاء أخي ما يقدر، هذا راح يبقى إلى أمد الآمدين، يعني نقدر نقول القضاء باقي. يعني أنت شفت والكل يعرف مدحت المحمود كم سنة خادم، يعني كم سنة خدم، ما يتغير. أخي أكو أعضاء بالقضاء، أكو أعضاء بالقضاء لحد الآن صار لهم سنين، يعني من بداية السقوط لحد الآن هم يحكمون. لا. طيب شنو ما يتغيرون؟ يعني ذول يعني على أي أساس هذول ما يتغيرون؟ ليش ما يصير تغيير بأعضاء القضاء أو أعضاء القوات الأمنية أو أعضاء المدراء والوزارات؟ ليش ما يصير تغيير؟
لانه اصلا هم كلهم مسيسين يا استاذ العزيز، وراح يبقى القضاء ما بيده كل حركته مشلوله. نعم. وامره ياخذه من الاحزاب، فالاحزاب تقول له اعمل اعمل، ما يعمل ما يعمل. نعم سيد عباس، يعني التظاهرات. نعم. دعت الى محاسبه من يقفون وراء ملفات الفساد بالبلاد، لماذا لم تبدا حكومه الكاظمي في برنامجها التي وعدت منذ توليها لرئاسة الحكومة بمحاربة الفساد؟ والله يا أستاذ العزيز، هسه لو تطلع رؤساء الحكومة من بدايتهم، يعني خلينا نقول من نور المالكي وصولا إلى الكاظمي، وراح تطلع قدامك وتشاهد نفس المنهاج، نفس المنهاج الرئاسي اللي طلعه، اللي يقوله نور المالكي مرورا بالعبادي، مرورا بال شو اسمه عبد المهدي، وصولا الى الكاظمي. يعني تضحك، والله تضحك، نفس الكلام كوبي بيست، يعني كل استنساخ. هذا النقاط، نفس النقاط اللي ذكرها نور المالكي لحد الان ذكرها الكاظمي، وما طبقوا اي واحده منها. نعم. عباس السلطاني الناشط في التظاهرات كان معنا من العاصمه بغداد، شكرا جزيلا لك.